والآن مشاهدينا الكرام، هذا موعدنا مع أخبار الرياضة، نعود فيها مرة أخرى إلى رغدة أبو ليلى. شكرا لكما. إلى الأخبار الرياضية محليا وأيضا عالميا. مرحبا بكم من جديد. توج عمر عصر ببطولة إفريقيا لتنس الطاولة رجال بعد تغلبه على النيجيري قدري أرونا، وتغلب عمر عصر على منافسه النيجيري بنتيجة 4 أشواط مقابل شوط وحيد. كما توجت مريم الحديبي بلقب السيدات بعد تغلبها على هنا جودة بنتيجة 4 أشواط مقابل 3. قرر اتحاد الكرة استئناف النشاط الكروي بإقامة مباراة السوبر عن الموسم الماضي بين الأهلي وطلائع الجيش يوم 21 من سبتمبر. كما تقرر إقامة مباراتي دور 16 لكأس مصر الأهلي مع إنبي وسموحة مع بيراميدز يوم 25 من سبتمبر. هذا وستقام مباراة الدور قبل النهائي بين الزمالك وأسوان يوم 2 أكتوبر، والمباراة الأخرى بين الفائز في دور الثمانية مع بتروجيت في اليوم التالي، على أن تكون مباراة النهائي في 19 من الشهر نفسه. أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف موعد مباراتي المنتخب الوطني مع شقيقه الليبي بالجولتين 3 و4 لتصفيات إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022. وحدد كاف إقامة المباراتي يومي 9 و12 من أكتوبر المقبل، حيث تقام المباراة الأولى في مصر والثانية على ملعب المنتخب الليبي. قال فيفا إنه بعد تحليل التقارير الرسمية للمباراة يؤكد الاتحاد الدولي بدء إجراءات انضباطية متعلقة بالاتحادين، وأضاف أنه تم التحقيق مع الفريقين من أجل معلومات إضافية في الوقائع التي أدت لإيقاف المباراة، وستجمع البيانات وستراجع بواسطة لجنة الانضباط بفيفا. نهاية الأخبار الرياضية، عودة مرة أخرى إلى آية وأميمة. شكرا لك رغدة.